أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مؤشر النيل، والبداية بمجموعة من الأخبار. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة بمنطقة خليج السويس وبقدرة 500 ميجاوات وباستثمارات تقدر ب 680 مليون دولار بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية. يعد هذا المشروع هو أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وإفريقيا. كما شهد مدبولي توقيع مراسم بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والعدل بشأن التعاون في مجال تعزيز القدرات في الإدارات الاستراتيجية. ويأتي البروتوكول استكمالا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من مشروعات القرارات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات. بحث وزير التنمية المحلية هشام أمن مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة مريم الكعبي أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ورحب الوزير خلال اللقاء بالاستثمارات الإماراتية بالقاهرة وحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم لزيادتها وتوسيعها بما يسهم في توفير فرص عمل خاصة في ظل المزايا والفرص التي تتمتع بها مصر في العديد من القطاعات والمناطق على رأسها إقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية. وصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. قابلتها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة مستوى تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4.8 مليار جنيه. تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 12%. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 2%. بينما تراجع مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 8%. في آسيا انخفض المؤشر نيكي الياباني في أول خسارة له خلال 4 أيام، إذا تلقت أسهم السيارات والطاقة ضربة من صعود الين والمخاوف من ركود اقتصادي أمريكي. وامتدت خسائر المؤشر نيكي ليغلق على تراجع بنسبة 1.68%، منخفضا دون مستوى 28,000 نقطة للمرة الأولى هذا الشهر. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.92%، بعد مكاسب استمرت لثلاثة أيام بنسبة 1.99%. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وإحداث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا لتصل إلى 85.32 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا ليصل إلى 81.4 دولار للبرميل. وتلقت الأسعار دعما مما نقلته مصادر عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس. رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+ من A مع نظرة مستقرة، وأرجعت الوكالة ذلك إلى الميزانيات العامة القوية للبلاد بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية للمملكة. وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قد أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند A
واحد مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. أكدت شركة توتال إنرجيز التوصل لاتفاق مع العراق بخصوص مشروعها البالغ قيمته 27 مليار دولار، مضيفة أن الأمر يبعث برسالة قوية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد. كان العراق قد أعلن أمس موافقته على حصة أصغر تصل إلى 30% في مشروع توتال إنرجيز الذي تأخر كثيرا، مما أحيا اتفاقا تأمل بغداد في أن يجذب الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى البلاد التي عانت من الحرب. رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق لاستئناف تصدير النفط. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هذا الاتفاق هو نتيجة العمل الجاد للقادة العراقيين الذين يضعون احتياجات المواطن العراقي في المقام الأول. وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن إيقاف تصدير النفط يسبب ضررا بالغا في مجمل إيرادات النفط للعراق، فيما رأى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الاتفاق هو لجميع العراقيين. وافقت المفاوضيات الأوروبية على خطة فرنسية بقيمة 3.5 مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة في سياق استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. يأتي ذلك بموجب إطار مساعدة البلدان الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة والذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس الماضي لدعم التدابير في القطاعات والتي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود. وذكرت المفوضية أن تلك الشركات تواجه حاليا تكاليف إضافية بسبب الزيادات الشديدة بشكل استثنائي في أسعار الكهرباء والتي لا يمكن نقلها إلى عملائها. بحثت أوكرانيا وألمانيا سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالي الطاقة والانتعاش الأخضر وإعادة بناء صناعة الطاقة الأوكرانية. ووقعت وزارة الطاقة الأوكرانية مع وزير الاقتصاد الألماني على بيان لنوايا مشتركة يوسع مجالات الطاقة الثنائية والشراكة مع التركيز على الانتعاش الأخضر وإعادة بناء قطاع الطاقة في أوكرانيا. ذكر تقرير صادر عن شركة متخصصة في الأسواق الزراعية أن أسعار القمح في روسيا تراجعت إلى أدنى مستوى قياسي لها منذ عام 2019 بسبب فائض القمح وقلة الطلب من المصدرين. وأضاف التقرير أن أسعار القمح من الدرجة الثالثة في روسيا تراجعت إلى 11550 روبل للطن في 29 مارس الماضي. ووفقا لتقديرات دائرة الإحصاء الحكومية الروسية فقد بلغ مخزون القمح في المنظمات الزراعية نحو 17.4 مليون طن متري بحلول الأول من مارس، وهو أعلى بنسبة 82% من معيار الخمس سنوات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، لكنه شدد على أن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤوليات لضمان سلامة منتجاتها قبل الإعلان عنها. وأخبر بايدن مجلس مستشاري للعلوم والتكنولوجيا بأن الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد في علاج الأمراض ومكافحة تغير المناخ، لكن من المهم أيضا معالجة مخاطره المحتملة على المجتمع والأمن القومي والاقتصاد. بحثت أوكرانيا وألمانيا سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالي الطاقة والانتعاش الأخضر وإعادة بناء صناعة الطاقة الأوكرانية. ووقعت وزارة الطاقة الأوكرانية مع وزير الاقتصاد الألماني على بيان نوايا مشترك يوسع مجالات الطاقة الثنائية والشراكة مع التركيز على الانتعاش الأخضر وإعادة بناء قطاع الطاقة في أوكرانيا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي أخبار حلقة اليوم من مؤشر النيل. غدا بإذن الله حلقة جديدة. دمتم في أمان الله.